ويا سميتي سليمان بن قلوة وساكن في مراكش 20 عام. ويا كان عالم التنمر معاك خاصة بزاف تيتنمروا عليا العساس تيتكون تيقول لي قندال ما تجيش عندهاش كنيت من مفترة الصيام صافي وكنيتي كاع بسبب هاك كنت نتاحر واحد القيامات وجايين مالين نطلق نعوني بعد والطبيب وداك الشيء صافي ولا ليا جا واحد الدري عندي وشغل ليا لاكارت خبيها ويصورها تعب نقلب وبدا تيترولو فيها واحد النهار كاع ما تخوناش مشى دارت لاكارت ويصورها ويقول لهم طلعت من هاد لاكارت اللي كاع في مولاها يجي انا وانا نقول لها خويا عزيز وطرا واحد النهار نيت مشيت للمقاطعه قلت لهم دخلت هكا بين صاب شي ورا قلت لهم السلام قلت لي كان داك المقدم كان مع واحد الناس قلت لهم قال لي السلام قلت له عرف بين صاب الوراق قال لي شنو سميت كوكني قلت له سليمان ومع هو كان مع العياد شنو ما نقوله وبقيت كنغمس فيها هكا باش يفهم راسو ويد لي سير وليد راه لقيتيني مجهول زعما صحاب وانا شي كاي ولا ما صحاب الجدد كانوا تيخليو الاولاد باش يدعيو معاهم انا راه مخليني باش دابا انا بخلينا هذا ندعي معاه لا مخلي لي انا الضحك هاد النهار ملي تحسيت لهم لاكارت قلت لهم عافاكم شي حل شي حل بيتنا بثلاث لاكار بين الثلاث ديك النيه واش كان عندي شي حل واحد خونا هو يمشي قيدني في التجنيد حتى واحد النهار جاو كيدقوا لي في الدار وقالوا لي راه انت تقيدتي في التجنيد وانا ما تقيدت ما والو